شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الأمور المهمة جدا في أمراض اللثة، على الرغم من أن يعني الإصابة بالأمراض اللثة يعني لا تقتصر على كبار السن فقط، إلا أن يعني معدلات الإصابة بها تزداد عند كبار السن الذين يعني تزيد أعمارهم عن 40 سنة. أيضا تشمل بعض العوامل السلبية التي تزيد من الاحتمالات الإصابة بأمراض اللثة، مثل إهمال يعني نظافة الفم والأسنان لسنوات متراكمة، أيضا سوء التغذية خاصة يعني التقليل من تناول الفواكه والخضروات، أيضا بعض الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان، أيضا التدخين، يعني صراحة التدخين يدمر الفم بشكل كامل، أيضا بعض العوامل البيئية مثل الضغوط النفسية والضغوط يعني على أيضا الأمراض والخوف والتوتر ممكن يسبب أمراض كثيرة في الفم، الاضطرابات أيضا، بعض أنواع من الأدوية المستخدمة أيضا ممكن تسبب دمار كبير في الفم. أيضا في علاجات خاصة علاج أمراض يعني تخص أمراض اللثة في مراحلها يعني الأولية، يعني من الضروري جدا أن يقوم المصاب بزيارة الطبيب الأسنان يعني بانتظام ليكتشف يعني مثلا الإصابة مبكرا، وبالتالي يعني تدارك المشكلة وعلاجها في الوقت المناسب. يعني مع ذلك يعني فإن من الأفضل يعني اتباع طرق الوقاية من الأمراض اللثة يعني لتجنب الإصابة يعني الإصابة المستقبلية في هذا الموضوع. طبعا أمراض اللثة يعني صراحة يعني ألم غير طبيعي في الفم ونزيف في الفم، وأيضا ممكن تشوف يعني تجمع بعض الميكروبات وطفيليات الفم، وممكن تتسرب من الفم إلى الدم، وممكن تتكاثر في الجسم كامل. وننصح بزيارة الطبيب المختص. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.